بسم الله الرحمن الرحيم، مع بعض في MAT 371 اوكي فاينانشال ماثماتكس. النهارده في سيكشن 4.4. طيب سيكشن 4.4 بيتكلم عن ايه؟ لازم افهم ايه هو السيكشن ده بيتكلم عن ايه. 4.4 بيتكلم عن annuities payable more frequently than ال interest is convertible. طيب اما اللي فات كان less، الشابتر السكشن اللي قبله بالظبط اللي هو 4.3 كانت انيوتي، شيل كلمه مور وحط ليس بس. يعني ايه؟ في اللي قبل كده كان يقول لك مثلا جورج او بيتر او بوب، اي حد مثلا يعني يقول لك بيحط مثلا 100 دولار ديبوزيتد كوارترلي، يبقى كل ربع سنه يعني كل 3 اشهر. طيب ويقول لك الانترست مثلا 8% كونفرتبل مانثلي، يبقى فتره الايداع هناك ايه؟ كانت ليس بتكونفرتد في شهر، كل شهر كونفرتد كل شهر، ده في السكشن اللي قبله كونفرتد مانثلي مثلا 12% ماشي، كونفرتد مانثلي يبقى 12 على 12 تبقى 1%، 8% مانثلي يبقى 8 على 12، بس اهم حاجه كده كونفرتد مانثلي. طب هو بيحط قد ايه كده في السكشن اللي فات؟ انا عايز اعمل مقارنه عشان ما تهش من ده وده. هناك لا، كان بيحط الفلوس كل ربع سنه يعني كل 3 اشهر، بس الارباح كونفرتد ها مانثلي، يبقى الكونفرجن بيريود بتاعها شهر والتانية بقى لزان تانية. فاهمين ازاي؟ طب هنا لا، هنا مور ذان خلاص. طيب عشان بس نبقى فاهمين، هنا مور وهنشوف المساله والقوانين زي ما انتم شايفين، انا بكتب لكم القوانين بحيث ايه نشتغل على طول. طيب نفهم المساله. راي سكيورز الون ذات ريكوايرز هيم عايزه تو باي $800. يعني راي عايز يأمن نفسه، يعني تأمين يأمن القرض اللي هو واخده ماشي ازاي. راي سكيورز الون ذات ريكوايرز، اللون ده بيتطلب منه انه يدفع 800 at the end of each quarter او كل ربع سنه، يبقى ده بيدفع كل ربع سنه. طيب لخمس سنوات for 5 years، يبقى هو يحط كام كبريزنت فاليو معناها كده. if the annual effective rate of interest كام؟ الـ annual effective rate of interest 10.25% خلاص. ده هنا ايه؟ what is the amount of the loan، يبقى كميه اللون كام. طيب تعالوا نشوف مع بعض البارامترز اللي هنجيبناها من المساله. الـ i اهو الـ effective interest rate in the annual يعني سنوي، annual effective ايه ده؟ annual effective rate of interest سنويا، annual حته مهمه جدا، annual effective rate of interest 10%. طيب تمام، يبقى ال i 10.25%. طيب حلو، اقسم هنا على 100 يبقى 0.1025. حلو، طيب كم سنه قايل؟ for 5 years، 5 years يبقى 5 years هي دي ال n خلاص. طيب هو قال لك ايه بقى؟ اللون ده بيتطلب كوارترلي، بكل ربع سنه كوارترلي، يبقى ام يبقى هيدفع 4 مرات في السنه، يبقى هي دي الام كوارترلي، يبقى في السنه الواحده بيدفع كم مره؟ 4 مرات، يبقى هنسميها ام، يبقى دي احنا هنسميها ايه؟ ام. لازم افهم يا جماعه كل حاجه ماشيه ازاي. طيب في عندي حاجه اسمها الار، ايه الار؟ هنشوفها في القانون. الار التوتال بيمنت ان 1 يير. طب هو المفروض يدفع 800 كل ربع سنة، كل ربع سنة، يبقى ال 800 هتدفع في السنة الواحدة كم مرة؟ هيتدفع كم مرة في السنة؟ 800 في 4، تبقى دي اسمها الآر. يبقى الآر التوتال بيمنت ان 1 يير، خلي بالك. يبقى الآر كل دول التوتال بيمنت ان 1 يير، لأن هو بيدفع 800 كل ربع سنة، كل ربع سنة بيدفع 800، يبقى في السنة هيدفع كام؟ توتال بيمنت ان 1 يير يبقى 800 في 4. ايوه يبقى هي دي الار، يبقى بنجيب الار هي دي. هنروح للقانون بقى بتاع في الحاله دي، في حاله البيمنت ايه مور ذان فريكوينت، اهو ده القانون بتاعه ماشي. البريزنت فاليو اللي هو بقى هو المبلغ ده اللي هيأمنه، يعمل له امان يخليه يقدر يدفع. حلو، ما ده البريزنت فاليو، معناها بيقدر عايز مين يعرف البريزنت فاليو كام، بتساوي الار في الرمز ده. خلي بالكم الرمز ده جديد، نحط هنا ام جوه براكت. الام اللي هي مين؟ اللي هي عدد المدفوعات في السنه، كم دفعه في السنه ام.
خلاص اللي هي تعتبر اربعه. طيب ليها قانون خاص، لان الصوره دي صوره جديده اول مره احط هنا ام، ليها صوره جديده اهي، هي 1 ناقص الفي، الفي هي مين؟ ها الفي هي 1 على 1 زائد اي، هي دي الفي، يعني ده اس ناقص 1 ماشي، وبالتالي 1 زائد في اهي، 1 زائد اي اهي، اس ناقص 1 اللي هي تحت، فتطلع فوق تبقى اس ناقص 1 في 5 لان الان ب 5، ده القانون. ال 1 ناقص في اس ان كتبوه كده بصيغه حلوه وجميله، يعني كتبها لكم بصيغه حلوه يعني غير الصيغه اللي بعض الناس كتبها. وهنا ام اهو ده القانون، ده القانون بتاع الحته دي اهو، 1 ناقص في اس ان ام اللي هو احنا جبناه هنا باربعه اللي عدد الدفعات اللي بتحصل في الوان بيريد في السنه ماشي، وهنا 1 زائد اي اس 1 على ام ناقص 1، تعويض مباشر، الفي اهي يعني معناها دوت اس ناقص 1، الناقص 1 تضاف في الان تبقى ناقص 5، هتبقى هنا اهو، يعني 1 زائد اي اس ناقص 5، ممكن تعملها 1 زائد اي اس ناقص ان، هي هي ماشي. وهنا 1 زائد اي اس ربع، 1 زائد اي اللي هي 1.025 اس ربع ناقص 1، وكل ده هيتضرب في 4 واحسبها تطلع لك. خلاص يبقى فهمنا الفكره ماشيه ازاي. هنا نقولها بالراحه تاني، البريزنت فاليو ار في المقدار ده، المقدار ده 1 ناقص الفي، مين هي الفي؟ مقلوب ال 1 زائد اي، يعني 1 زائد اي اس ناقص 1، والان 5 يبقى اس ناقص 5 اهي، وال 1 1 زائد الاي ادي الاي اهي، ويبقى 1 زائد اي يبقى هي دي. وهنا 1 زائد اي اس ربع اهي، اس ربع 1 على 4 لان احنا قلنا الام ب 4 اهي، الام ب 4. وهنا الار اللي هي ديت اللي هي 3200 اللي هي 800، 800 في 4 خلاص، ودي بالكالكوليتر تتحسب بس كده، سهل جدا. طيب شوف المساله اللي جايه دي، اخر مساله في هذا السكشن، بيقول افهموا بس عشان الكلام بتاعهم في المساله يعني عايز تركز شويه. بيقول لك ات وات انوال افكتيف ريت اوف انترست، عايز الانوال افكتيف ريت اوف انترست از بريزنت فاليو، البريزنت فاليو اوف ا سيريز اوف بيمنتس اوف 50 دولار، يبقى البيمنتس 50 دولار every other month، يعني شهر او شهر لا، شهر او شهر لا. طب حلو، لو انت بتدفع شهر او شهر لا يبقى هتدفع كم مره في السنه؟ 6 خلاص، هتبقى هتدفع 6، يبقى ام ب 6، يبقى عدد دفعات زي ما هنا قلنا كل ربع سنه يبقى ام ب 4. طب انت بتدفع شهر اه وشهر لا، شهر اه وشهر لا، يبقى كم مره في السنه؟ 6. يبقى اول حاجه اصطدناها الام ب 6 خلاص. طيب every other month، every other month شهر اه وشهر لا، forever اه key point، forever forever يعني ايه؟ perpetuity خلاص، اسمها perpetuity خلاص يا جماعه، perpetuity هي على طول، forever على طول، forever forever يعني معناها ايه؟ الدفعات غير منتهيه اه، with the first payment on with the first payment immediately يعني هيدفع في الحال، يعني معناها انها ايه؟ due، لانه خلي بالكم ما قالش ايه انيوتي ايميديت، كلمه انيوتي ايميديت حاجه ثانيه معناها ايه؟ مؤجله، قصدي مش مؤجله اللي بنسميها ايه اوردينري انيوتي، يعني في نهايه الفتره مش في مش على طول، لكن هي بيقول لك هيدفع في الحال، ويا ريت كان استخدم ناو ما تلخبطكش، يعني ناو احسن الان، يبقى معناها انها ايه؟ ديو، انيوتي ديو. طب الانيوتي ديو بقى لما تكون انيوتي ديو ماشي، يعني في الحال يعني دفعه بيسموها حاليه على طول، مش في نهايه الفتره، بيدفع في اول الفتره ات ذا بيجنينج، يعني معناها ات ذا بيجنينج ماشي، وبيربتيوتي وفي نفس النوع بتاع الدرس بتاعنا دوت، بتبقى القانون بتاعها اهو، يبقى القانون بتاعها اهو ماشي يا ابطال، هيبقى هو ده القانون بتاعنا اهو، البريزنت فاليو عايز يعرفها. طب البريزنت فاليو عندي اللي هو كام؟ 1200 اهو، قايل لك 1000 ايكوال 1000، يعني البريزنت فاليو للدفعات دي كلها 1200، البريزنت فاليو الدفعات دي لو دفع 50 فور ايفر، ال 50 يقعد يدفعها على طول، شهر او شهر لا، شهر او شهر لا. خلاص كده؟ شهر اه وشهر لا، تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي عايز اعرف الار بتاعتي كام؟ طيب وهو عايز يعرف كمان الاي الافكتيف ايه؟ عايز يعرف الافكتيف ريت اوف انترست. طب كويس قوي، تعالوا نشوف مع بعض ايه الفكره بتاعت المساله دي هنحلها ازاي؟ البريزنت فاليو اصلا 1200 خلاص؟ بيحط كل شهر اه وشهر لا، كل شهر اه وشهر لا 50. طب يبقى التوتال بيمنت في السنه 50 في 6، 50 في 6 50 تايم 6 اهي،
يبقى 50 تايم 6 اهي 50 تايم 6 يبقى كام؟ 300. يبقى هي دي الار، يبقى الار ب 300. يبقى هنشيل الار دي نحط كام؟ 300. واروح للقانون بتاع دي. القانون بتاع دي موجود سهل قوي، اللي هو ايه؟ احنا قلنا perpetuity يعني فور ايفر على طول، بنحط ما لا نهايه والنقطتين عشان قال لك ايه؟ immediately يعني في الحال، المفروض يقول لك ناو على طول يعني بدا بيه على طول. ماشي يا طارق؟ عشان في بعض الناس immediately يبقى immediate continuity، لا ما قالش immediate continuity. continuity هي دفعات يعني بنسميها ايه؟ في نهايه الفتره، ما قالش في نهايه الفتره. اللي بيسموها دفعات عاديه ordinary يعني. او بيسموها ايه؟ annuity ها؟ immediate او احنا بنسميها annuity ordinary annuity. فاهمين ازاي؟ اللي بيدفع في نهايه كل فتره. لا هو هنا ايه؟ قال هيدفع في الحال دلوقتي، يبقى معناه هيدفع في الاول الفتره، يبقى at the beginning معناه at the beginning يعني annuity due. القانون annuity due perpetuity في هذه في هذا السكشن هيبقى القانون بتاعها ايه؟ واحد على دي اس دي 6. دي 6 بقى بتيجي ازاي ليها القانون؟ ايه علاقه دي 6 دي 6 بالاي؟ الافكتيف ايه؟ انوال انترست ريت. القانون اهو انا كاتبه لك خلاص. الواحد زائد اي، واحد زائد اي بتساوي واحد ناقص دي 6 على 6. دي 6 يعني ايه؟ اللي بتحسب ايه؟ كل احنا قلنا ايه؟ شهر او شهر يعني. ماشي يبقى 6 مرات في الايه؟ ماشي يا ابطال. القانون بتاعها اهو. طب هنا بقى طبعا العلاقه دي هتجيب لك الاي. طب احنا هنا من هنا القانون دوت اهو، انا كاتب لك القانون بتاع الايه؟ ما لا نهايه واي 6. القانون بتاعها واحد على دي بس، يبقى انت هتشيل تحط واحد على دي. من المعادله دي بص معايا، الار شلناها وحطينا 300، والبريزنت فاليو اصلا اللي هو اللي قالين عليها قيمتها معروفه، قال لك 1200 موجوده في المساله اهي خلاص. لان خلي بالك في تقديم واخير، ات وات انيوال افكتيف ريت اوف انترست البريزنت فاليو اللي هي دي قصده عليه، هو حطها عمل تقديم وتاخير فاتلخبط. يعني قال لك ان البريزنت فاليو اهي 1200 خلاص، فعايز الاي. طيب جميل جدا. من هنا يا جماعه 1200 على 300 تبقى 4، يعني 300 تيجي هنا، يعني اقسم هنا على 300، اقسم هنا على 300 اهي، واقسم هنا على 300 بس، يبقى دي تروح مع دي، يبقى 1200 على 300 4. يعني الواحد على دي اس 6 مش دي اس 6 يعني دي 6 الرمز ده كله بتساوي 4. حلو، انت جبت الدي بس مش عايز الدي، هو عايز الاي. هنروح للعلاقه اللي بتربطه، 1 زائد اي بتساوي ها 1 ناقص دي 6 او دي 6 على 6 بس هنا اس ناقص 6، ودي سهل هتعوض بالدي 6. انت جبتها اهي الدي 6 طبعا، 1 على دي 6 ب 4 يبقى الدي 6 بكام؟ الدي 6 بكام؟ 1 على 4، 1 على 4 يعني كام؟ 0.25 خلاص. هتعوض هنا 0.25 على 6 وتودي الواحد ده الناحيه الثانيه بالماينس اهو. الواحد ده اهو خلي بالك راح هنا بالايه؟ بالماينس. احسب كل ده بالكالكوليتر وشيل منه واحد هيطلع الاي 0.29. ماشي 2909 يبقى انت كده جبت الاي اللي هو الافكتيف ريت اوف انترست. كده احنا خلصنا سيكشن 4.4. اي حاجه مش واضحه كلموني نشوفها على طول. اوكي الله يعطيك العافيه.